بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المرة الماضية تحدثنا عن تنصير النصارى في الدول العربية والإسلامية، وقد تحدثنا عن هؤلاء النصارى الشرقيين من الكنائس الشرقية وكيف أن الغربيين يستغلون حالتهم ويستغلون موقفهم ويحاولون تحويلهم من الكنائس الشرقية إلى الكنائس الغربية حتى يناصروا هذه الكنائس وحتى يمهدوا لهم الطرق ويفتحوا لهم الطرق في الدول الإسلامية. ولم أنهي المحاضرة لأنني أريد أن أركز على أمر معين فيها المرة القادمة بإذن الله، لكن اليوم أنا أريد أن أتحدث عن تنصير القبائل البدائية، وهو موضوع كتير مهم لأنه أيضا تنشط فيها الدعوة الإسلامية أيضا في القبائل البدائية وخاصة في إفريقيا. والحمد لله رب العالمين، فإن أعداد الذين يسلمون في القبائل البدائية في تزايد، لكن أيضا كما قلت لكم هناك أشياء يجب الانتباه لها في هذا الموضوع وخاصة في القبائل البدائية غير المتعلمة التي بالنسبة لها الحياة هي survival، يعني كيف تنجو بحياتك يوميا من الوحوش الضارية الموجودة في المنطقة، من الكوارث الطبيعية، من البرد الشديد، من الحر الشديد وهكذا. لذلك يصبح الإنسان همه فقط الأشياء المادية والأشياء كالطعام واللباس وغيرها من هذه الأشياء، لكن هناك أشياء كثيرة لها تبعات إن شاء الله. طبعا ممكن أن نتعلم من طرق التنصير كيف هم ينصرون في القبائل، وكيف أيضا المسلمين نحن ندعو لله سبحانه وتعالى. وقد وجدت أن الاستراتيجيات التي تستخدم في التنصير هي متشابهة جدا بما نفعله أيضا نحن كمسلمين في هذه القبائل. هناك طبعا مؤسسات خاصة فقط لإرساليات القبائل ولتنصير القبائل، ومنها NTM وهي New Tribe Mission، حيث أن لديهم طائرات خاصة تنقل هؤلاء المنصرين من المطار إلى الأماكن النائية التي لا يمكن الوصول إليها، حيث أن هناك طبعا تضاريس الصعبة جدا، هناك الجبال، هناك الغابات وغيرها من هذه التضاريس التي يصعب أحيانا الذهاب بالسيارة، وقد تأخذ الكثير من الساعات قبل أن تصل إلى هذه القبيلة وتحاول الحديث معها. طبعا لديهم طائرات خاصة، لديهم معلمين خاصين مدربين لهذا الموضوع، وحتى أن لديهم مكان خاص عملوه كنموذج وكأنك تدخل على قبيلة، والأشخاص المدربين أصلا هم من القبائل، يعني بعد أن نصروا هؤلاء أصحاب القبائل أخذوا منهم وعلموهم ودرسوهم ودرسوهم القراءة والكتابة وغيرها وجلبوهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأبقوهم ليعملوا معهم في هذه المنطقة. هذه المنطقة اشتروها وعملوها على شكل كأنها قبيلة صغيرة ووضعوا فيها هؤلاء الناس الأفارقة كي يدربوا المنصرين، فالمنصرين يأتون كجماعات ويجلسون هناك في مخيم كأنهم يجلسون مثلا لمدة شهر أو هكذا، ويدرسوهم ويعلموهم كيف يتحملون الصعاب هناك وكيف يتعاملون مع هؤلاء أصحاب القبيلة. وبعد التدريب طبعا قياسات النفسية وطبعا دراساتهم وهكذا يأخذونهم إلى هذه القبائل كي ينصرون. هي وظيفة لهؤلاء المنصرين، وليس أي شخص يستطيع أن يذهب إلى هذه القبائل، فتحتاج إلى أشخاص لديهم الصحة الجيدة، لديهم الصحة العقلية أيضا الجيدة حتى لا يتأثر في المجتمع وحتى لا يقع في الصدمة الثقافية وحتى لا يصيبه الإحباط. والكثير منهم طبعا يكونوا شباب صغار لأنه بيكون عندهم الحماسة والحيوية أكثر من الرجال الكبار بالسن. بعض المصطلحات المهمة التي يجب أن نتعلمها عن فئات الناس الموجودة في القبائل البدائية: أولا
الحضارات الطقسية والمذهبية، تسمى بالإنجليزي animistic cultures، هي الحضارات التي تؤمن بأن العالم مسيطر عليه من قبل قوى غير مرئية وروحية يمكن التحكم بها وتغيير حالتها عن طريق الممارسات الطقسية لتفادي سوء الحظ وزيادة البركات. هناك أيضا الشامنز، في كل قبيلة هناك شامنز اللي هم الوسطاء الروحانيين، هو المرء الذي يلعب دور الوسيط ما بين العالم المرئي والعالم غير المرئي خلال طقوس وعادات وتقديم عطايا وأضحيات وغيرها. هناك أيضا ما يسمى الفئات المخبأة، مصطلح نصراني، هي الفئات من الناس التي لا يمكن الوصول إليها في الوقت الحاضر وتبشيرها، وهم مخبئين ليسوا لأننا لا نستطيع رؤيتهم ولكن لأنه لا يمكن الوصول إليهم بسبب الظروف الحالية وصعوبة ترجمة الكتاب المقدس بلغتهم.